زينب، محطتنا التالية مع العمل الإنساني ومساحة من التطوع منسلط فيها الضوء على أنشطة كاريتاس سوريا. لنحكي أكثر عن أنشطة المشاريع لعام 2019 وما تم تنفيذه بال 2018. بصرنا أن نرحب بساندرا عوض، مديرة الإعلام والتواصل في كاريتاس سوريا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك ساندرا. صباح الخير، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني ساندرا، خلينا نتذكر شوية فعاليات ونشاطات الكاريتاس سوريا بلمحة تعريفية صغيرة لنعرف المشاهدين عنه. هلا بداية، كاريتاس، كلمة كاريتاس هي كلمة لاتينية معناتها المحبة. فشبكة كاريتاس العالمية هي متألفة من 165 عضو. كاريتاس سوريا هي أحد أعضائها. نعم. هي اليد اليمين للكنيسة الكاثوليكية. نعم. لمساعدة المحتاجين أو وفي زمن الأزمات والحروب بتنشط. ونحن بكاريتاس سوريا كان عملنا متواضع كثير قبل الحرب، نشطت شوي الكاريتاس وقت الحرب على العراق بمساعدات للاجئين العراقيين اللي اجوا باعداد هائله على سوريا، بس بدات تتوسع طبعا مثل غير منظمات وجمعيات خلال الحرب على سوريا. صارنا مغطين تقريبا ست مناطق بسوريا، ست محافظات، وعم نشتغل مشاريع بكل سوريا لمساعدة المتضررين من الحرب. نحن عملنا شوي على الأرض، منشوف منساعد العيال بعدة مساعدات غذائية، مساعدات أجار، منساعد بشوي ترميم المنازل. في كان في هالشيء بمنطقه بحلب وريفا. بنساعد كمان تربويا، مثلا عندنا بحلب فتحنا مركز بيساعدوا الاطفال بعد المدرسه بثلاث مواد، رياضيات، عربي، انجليزي. في عندنا مراكز دعم نفسي بالشام وبحلب موجهه خاصه للاطفال، لانه بتعرفوا الاطفال هن فئه مستهدفه، يعني بحس انه هن سفنجه صح غبت كل وسخ الحرب جواتها، صحيح، سواء كانوا ساكنين بمناطق حاميه او مو ساكنين بمناطق حاميه. تعرضوا لعنف ايضا، تعرضوا حتى لو ما تعرضوا لشيء، كانوا عم بيشوفوا ضغط الاهل، عم بيسمعوا الاخبار على التلفزيون، عم بيشوفوا الاهل ما عاد عملوا كنترول بسبب التوتر اللي كان صاير على حكيهم قدام اولادهم او على هي. نعم. فكله انتقل للاطفال، فالاطفال فئه مستهدفه كثير عنا. يعني ساندرا، الكاريتاس انت قلتي كلمه هو اجى من المحبه، من العمل التطوعي، من حب العطاء. دائما حب العطاء هو من اسمى الانواع العطاء، وخاصه اذا كان رساله هدفها السلام. ومثل ما قلتي عملتوا شيء تربوي وتاهيلي للاطفال اللي هن الفئه الضعيفه كانت بالمجتمع وكانت ضحيه حرب دامت لفترات طويلة. ب 2018 كان لكم بانوراما بالعمل، ويمكن عام 2018 بآخره كان في انتصار، ولكن ما سبق كان في دمار وكان في كثير قصص. قديش كان في عندكم خطط جهود وقديش قمتوا بأعمال إنسانية؟ مثل ما تفضلتي، أكيد صار الانتصار على الأرض، ولكن الحالة الإنسانية التعبانة ما زالت مستمرة موجودة. وانا بحس انه هلا عملنا اصعب من وقت الحرب كثير، لانه للاسف الحاجه صارت كثير كبيره ببلدنا، المناطق كثير، الاطفال عم بيروحوا على مدارس مهدمه، عايشين ببيوت ما فيها لا ابواب ولا شبابيك بهالبرد. يعني نحن عم نتكتك، انا دائما بهالطقس بفكر بالعيال اللي كنت زورها اللي عايشه بشبه الخلاء، لانه بيوتهم مسكرينها بنايلون. مو ما عم نحكي على مناطق غوطه وريف حلب وهي، انا عم بحكي على بيوت كمان في بقلب الشام، في عيال ساكنه على العظم وما عندها القدره تركب باب او شباك، مسكره بنايلون، مسكره بحرام. فهذا كله بيؤسف. فيها اطفال البيوت طبعا طبعا. يعني حابة أحكي لك قصة، خلال فترة الأعياد وشفتوا أنتوا الزينة الحلوة بالشوارع وبالكذا،
كنت انا مبسوطه بهي الزينه من جهه انه نحن بحاجه بقى للفرح وبحاجه لنطلع من اللي نحن فيه. صحيح. بنفس الوقت عم غص لانه في اشخاص بحاجه لانه نضوي لهم حياتهم بشويه عطاء وبشويه نور. صحيح. قررنا انا ورفيقتي خلال فتره الاعياد بكاريتاس اخذنا مساعدات وطلعنا زرنا عيال بمنطقه جرمانه وكشكول. وصلنا لعند عيله عندهم 5 أطفال هن من ريف حلا. نعم. اتضح وقت وصلنا اخذين لهم نحن مبسوطين بحالنا العاب اطفال ميكانو ولعبه للبنوته وكذا، بنكتشف انه في ولدين محروقين من فوق لتحت، حتى في الطفل رايحين اصابيعه. فحسينا حالنا جايبين شيء غلط، يعني هذا شلون بده يقدر يساوي بالميكانو وبالكذا. طفلين من هدول الاطفال مشوهين. بس ما بتصدقي بالرغم من هدول الهدايا البسيطة ما بتصدقي شلون ضوء عيونهم بشكل بيأثر، عرفت يعني؟ حسيت انه هذا ضوء العيد، مو شيء ثاني، وهذا الضوء اللي نحن مفروض نشتغل عليه. صحيح. بكاريتاس عم نشتغل على هذا الضوء، عم نشتغل على انه نساعد العيال المنكوبة مثل ما قلت لك. اشتغلنا خلال 2018 ومكفين بال 2019 ان شاء الله. بنحاول قدر المستطاع مو بس تكون المساعدة مادية، بنحاول يكون مساعدة معنوية كمان، لأنه صدقيني أي عائلة مستورة وقتها بتساعديها بيكون في شقين للمساعدة، الشق المادي أكيد نين بحاجته، بس بتحسي إنه هن بدهم ياكي تجي لعندهم وتزوريهم، بيصير في صداقة. ترميمة كمان للجروح النفس. تمام. يعني اللي تعرضوا لها بحياتهم ومن ضغوطات الحياة، وخاصة الأهل الأم والأب بيكسروهم الأولاد يعني، فكتير حلو الواحد يكون إيد هيك ممدودة لحتى أو جسر لحتى شوي يعبروا بهالحياة الصعبة. تمام. خلينا نحكي شوي، هل كان في تشبيك تشاركية مع جمعيات أخرى؟ قمتوا بمشاريع تشاركية؟ شفنا كتير من خلال الأزمة اللي مرت بسوريا في تشبيك يعني مع بعض، شفنا كتير مشاريع فعاليات ضخمة عم تصير، لا طبعا تخديم العطاء لأكبر قدر ممكن من العالم. أكيد في تشبيك، وأكيد في مثلا نحن قد ما كان عنا تمويل بس نحن إمكانياتنا بتضل، يعني نحن دايما عنا شعور أنه نحن نقطة ببحر. وقت بتجيكي حالة إنسانية بدك تعملي لها عملية وتكلفة العمليات هائلة، أكيد بدك تشبكي مع جمعية تانية. في تشبيك على العمل على الارض، يعني في بحلب عندنا تشبيك مع منظمات الهلال والدبليو اف بي والكذا، وهذا شيء كثير ضروري حتى ما يصير في عمل مضاعف من قبل الجمعيات. تساعد عيله من كذا جمعيه وعيله تنظلم عيله، هذا كثير مهم، بس انا بحس انه لسه متواضع بسوريا، مفروض يصير على نطاق اكبر. نعم. مفروض نقعد مع بعض على طاوله واحده كل المنظمات والجمعيات، نشوف انت بشو بتقدر تخدم، انت بشو بتقدر، حتى ما يصير نفوت على نفس المنطقه ونقدم نفس الماده ونقدم، فهذا شيء كثير ضروري. اكيد وزاره الشؤون مشكوره عم تعمل دور كثير كبير وفعال بهذا الموضوع، بس لسه بحاجه لجهود اكثر بهذا المجال. أكيد. لانه صار العمل الانساني بسوريا واسع ومتشعب. صحيح. نعم. يعني ساندرا يمكن حكينا كثير عن طبيعه عمل الكاريتاس التطوعي، في كمان نقطة مهمة انه هلأ يعني بهذا التوقيت نحن بفترة ترميم، خلينا نقول هلأ بدنا نرمم ما خلفته الحرب، سواء من ترميم نفسي جوا غير ترميم الحيطان. ترميم الحيطان هو كتير سهل أمام الترميم النفسي لجروح متأصلة، خلينا نقول بقلوب أهالي بقلوب أطفال. قديش مهمتكم هلأ ضمن خطة حاطينها هي مهمة كتير أساسية بالدعم النفسي، وقديش مهم يكون في كوادر مؤهلة ومدربة ومنظمة لأنه تدرب نفسيا. أكيد. هلأ هذا المجال كتير كبير. الحقيقة نحن بكاريتاس مثل ما قلت لك عنا مشروعين دعم نفسي موجهين للأطفال، ولكن هلأ بال 2019 عم نحاول نعمل شيء أكتر من هيك. كان دائما من فتره طلعت سافرت على المانيا بدوره تدريبيه، فكان يجيني اسئله انه انتم بمرحله اعاده الاعمار شو ناويين تعملوا؟ قلت لهم ليكو انا اعاده اعمار الحجر ماني خايفه عليه، لانه هذا بالنهايه بزنس.
بدها تجي وبدهم يتقاتلوا الشركات الكبيره لتجي تعمر وتجي تقيم الدمار ماني خايفه بدها تصير ان عاجلا او اجلا، بس هذا الانسان اللي تحطم عنا هذا اللي بده هذا شو؟ وهي الجسور بين العالم اللي تكسرت وتهدمت هي اللي يعني انا بحس صار في هلا مخلفات الحرب. أسوأ شيء بالحرب انه فرقتنا بحلب. امتى كنا نقول شرق وغرب؟ قبل الحرب كنا نقول شرق حلب وغرب حرب، كنتوا تسمعوا هذا هون بالشام. امتى كنا نقول غوطه واهل الشام؟ كانت الشام كلها بغوطه بي 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 بالاكسجين اللي عم تعطيها اياه. ما حد ما هلا صار في فرقه بالقلوب. نحن هذا اللي حابين نشتغل عليه. من فتره عملنا زياره كنا عم نوزع سلال غذائيه بقريه ميدعة. فهونيك في شخص رجل شدني قال لي معلش تجي تشوفي المدرسه. طلع هو مدير المدرسه. رحت فرشت عليها المدرسه مهدمه. فحاولنا بانه نعمل دعم للاطفال اللي عم بيروحوا على مدرستهم كل يوم بلا ابواب بلا شبابيك تهديم، وعلى الرغم من هيك مصرين يروحوا، وهذا مهم يروحوا لانه نحن اهم شيء هلا نشتغل على التربيه لهدول الاطفال. صح. لنقيم كل شيء افكار سيئه خاصه العلم العلم التربيه بتهذب العلم بيهذب نحن مش هدول مستقبل سوريا. فكان عندنا دعت كاريتاس العالميه انه نعمل مسير تضامن من ضمن حمله شير ذا جورني، يعني لنتشارك المسير. هن كانوا برا عم بيدعوا عليها ليشجعوا المجتمعات المحليه تستوعب اللاجئين وتضمهم وما تعمل حاجز. فنحن قلنا يعني بالمجتمع السوري ما لنا لاجئين، نحن كلنا تاذينا من الحرب وكلنا مجتمع واحد وكلنا. فقررنا انه نحن نطبقها بانه ناخذ مجموعات كشفيه كنسيه من كنائس دمشق، ناخذها معنا نطلع على هي المدرسة نعمل فعالية للأطفال. ما بتتخيلي قد كانت رائعة وقت الكشاف عم بيلعبوا هدول الأطفال اللي بتحسيهم متعطشين للفرح. أول ما وصلنا على باب الضيعة الحاجز على باب الضيعة جنود قالوا لنا أنتوا رسل الفرح، نحن مبسوطين أنه جايين تعطوا الفرح لهدول الأطفال. وبالفعل كان نهار رائع، بسمنا العلم كلنا بأصابيعنا سواء كاريتاس أو الكشافات الكنسية أو أولاد المدرسة. غنينا أو إذا بقدر أقول رتلنا النشيد السوري. نحن حاطين كلنا قلت لهم حطوا إيدكم على قلبكم لأنه الوطن بالقلب. فكان لها كثير اثر كثير حلو عند الاطفال وانتشر لكل اهل الضيعه. حلو، خلينا نحكي لك عن كاريتاس، هل موجود اخصائيين نفسيين؟ هل موجود يمكن من شرائح المجتمع كافه من كافه الاختصاصات وناس اكاديميين حتى فعلا يخدموا العمل الانساني والمجتمعي اللي عم تقوموا فيه؟ يعني نحن بنعرف مثل ما قلتي هلا اهم شيء بالحياة هلا الموجود هو الأطفال، هذا الجيل اللي هو رح يبني سوريا فيما بعد، فكتير مهم إنه نشتغل عليه نفسياً اجتماعياً، وخاصة الأطفال مثل ما قلنا اللي كانت بالمناطق الساخنة واللي ما شافت الشام بسبع سنين. فخلينا نحكي عن هذا الدور الكتير مهم، وعن نحكي عن قديه هذا الأثر اللي عم تاخدوه أنتو كمان أثر إيجابي لما عم تشوفوا نتائج على الشيء اللي عم تشتغلوا عليه. أكيد في عنا أخصائيين نفسيين بفرق بمجموعات الدعم النفسي تبعنا، بيكونوا مرجع لكل الفريق ومرجع للحالات اللي بيلاقوها بحاجة لمساعدة. بس بحس إنه الحاجة لسه أكبر من هيك، وللأسف نحن كوادر الدعم النفسي بكل سوريا ضعيفة، فنحن بحاجة نشتغل على هذا الموضوع. صحيح. أنا عم تقولي لي أنه محرومين ما شافوا الشام، أنا بدي أحكي لك قصة. في بنت صغيرة إجت مع أمها لعندي على المكتب بالشام على مكتبنا، هي من الغوطة. نعم. هي وأمها وقتها جايين على الطريق مرق قدامهم خوري بلحية، خوري كنيسة. البنت عملت نوبة هلع، فكرتهم المجموعات الإرهابية اللي كانوا جوا وبدأت تبكي، وقعدنا نهديها حبيبتي هذا غير شيء، يعني هذا ما له علاقة، هذا مو نفس الشيء. ففي أولاد عاشوا بهلع، في أولاد كتير عايشين معهم مشكلة سلس بولي بسبب الأهوال اللي شافوها. فهذا كله نحن بحاجة لنشتغل عليه.
إذا في وقت أحكي قصة صغيرة، أنا بسنة 2015 طلبت مني رسامة فرنسية تفضل أعطيها، هي كل سنة بتعمل معرض بفرنسا عن رسمات أطفال عاشوا الحرب، فطلبت مني إذا بقدر مدها برسومات من أطفال عاشوا الحرب. لجأت لفريق الدعم النفسي تبعنا وقلت لهم ما توجهوا الأطفال على الحرب، طلبوا منهم يرسموا شي بخوفهم. جاني تقريبا 150 رسمة، أنا قلت بدي دور طلع تبع الحرب تطليع، طلعوا المية يعني فينا نقول 95% منهم كلها دم، كلها قطع روس، قطع إيدين، كلها بحر دم، كلها قبورة، كلها هاون، كلها بيوت مهدمة. كثير تضايقت نهاريتها وصرت اقلب الورقات لشوف هدول الاولاد من وين جايين، في اولاد جايين مناطق حاميه وفي اولاد لا ساكنين بالشام وبجرمانة تأثروا بس متاثرين وواصلتهم الحرب. فطلعت هيك قلت هدول بدهم يبنوا سوريا، اذا هيك عم بيطلع من جواتهم نحن لازم نشتغل عليهم. صحيح. يعني ساندرا بدنا نقول جملة تنذكر وما تنعاد، هيك بيقولوا إن شاء الله يا رب. أيه. أكيد بس يعني حتى تنذكر وما تنعاد بدنا نشتغل على هدول أكيد. الأطفال أكيد لأنه أكيد. هدول أمل سوريا بالمستقبل أكيد. إذا ظلوا عايشين بظروف سيئة وبأفكار غلط بعقلهم نحن بجوز نروح على حرب، إذا مو بالقريب العاجل بالمستقبل فنحن بدنا نكثف جهودنا كلها. إن شاء الله بجهودكم ما رح يصير هذا الشيء، رح نحد من هيدي الظاهرة. إن شاء الله يا رب كل أطفال سوريا تغمرهم الفرحة، الدفى والأمان. بدنا نتشكرك كثير، بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتمنى لكم كل الدعم وكل التوفيق بهذا العمل يلي مو عمل عادي، هو عمل نبيل جدا وهدفه سامي جدا. شكرا لك ساندرا. شكرا لكم على الاستضافة وبتمنى لكم نهار سعيد ودافي. شكرا لك. يعني مثل ما بنقول كاريتاس هي معناها المحبة، والمحبة هي رسالة سماوية مقدسة وصف فيها كل الأديان السماوية. يعني وقديه حلو اليوم عم نشوف على الأرض وهلأ بهي الظروف بهي الحروب اللي عم تصير، حروب القرون اللي عم تصير، إنه في لسه جنود عم فعلا عم تحارب باسم المحبة لتنشرها على الأرض. فشكرا لجهودكم. شكرا لكم. شكرا لك.